تواصل خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية العمل بوتيرة عالية على رصف طريق برداد الدائري في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة المواطنين والسلع والخدمات في المنطقة وتخفيف المعاناة التي كانوا يواجهونها بسبب سوء حالة الطريق ووعورة المناطق المحيطة. ويأتي المشروع في إطار البرامج والمشاريع التنموية للخلية الإنسانية بتوجيهات من العميد طارق صالح.